بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. أما بعد، اللهم وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضاه، فرج الكرب عن المكروبين، انصر الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، اخذل الكفرة أعداء الدين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، كلنا بما كنت به لأوليائك، أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا يا رب العالمين. ارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلماءنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن القاضي شجاع الغاية والتقريب في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. وكنا في سنن الصلاة، وسنن الصلاة قبلها سنتان: الأذان والإقامة. قبل الصلاة سنتان: الأذان والإقامة، وانتهينا منه. ثم دخلنا بعد ذلك في السنن التي تكون داخل الصلاة، وقلنا أن السنن داخل الصلاة نوعان: نوع لا يجبر بسجود سهو وهو يسمى هيئات، ونوع آخر يجبر عند نسيانه بسجود السهو وهو يسمى الأبعاد. وقلنا أن هذه الأبعاد هي التشهد الأوسط والصلاة على النبي فيه والجلوس له، وأن القنوت في الركعة الثانية في صلاة الصبح جهرا بعد الرفع من الركوع، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه وعلى آله وعلى صحابته والقيام له. هذه هي الأبعاد التي لو نسيت منها شيء تجبر بسجود السهو عند الشافعية، ويكون سجود السهو سجدتان بعد التشهد الأخير قبل التسليم، هكذا سجود السهو عند الشافعي. كنا تكلمنا على معنى القنوت، وقلنا القنوت لغة هو الدعاء، قيل بخير وقيل مطلقا كما في الصلاة، وشرعا لي معنى شرعي، القنوت له معنى شرعي عطف على قوله لغة. وقوله هو ذكر مخصوص، أي مشتمل على دعاء وثناء. يبقى القنوت عند الشافعية لابد أن يحتوي على دعاء وثناء وصلاة وتسليم على النبي وآله وصحابته، لازم القنوت يبقى كده. يبقى أدنى قنوت، أقل قنوت عند الشافعية تقول ربنا اغفر لنا مثلا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أدي دعاءهم. ربنا إنك رؤوف رحيم، أدي ثناء. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، بس. يبقى ده أدنى مثال لأدنى قنوت يحتوي على دعاء وثناء وصلاة وتسليم على النبي والصحابة والآل والصحابة، كويس؟ سهلة دي. فهو ذكر مخصوص، أي مشتمل على دعاء وثناء، كقوله اللهم اغفر لي يا غفور، اللهم اغفر لي دعاء يا غفور ثناء، اللهم ارحمني يا رحيم دعاء وثناء. فقول اغفر لي دعاء وقول يا غفور ثناء، وكذلك قول ارحم وارحمني يا رحيم، وقوله والطف بي يا لطيف، وهكذا. وبهذا تعلم ما في الحصر الذي في قول الشارح، وهو اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره. فكان الأولى أن يقول كاللهم، كاللهم يعني حط كاف التشبيه، يعني مش ده ملزم أنت بهذه الصيغة، لكن ده مثال لصيغة وردت عن النبي ولا إلزام فيه، ولكن هي أفضل إن كنت تحفظها، وإن كنت لا تحفظها يبقى يحتوي على دعاء وثناء وصلاة وتسليم على النبي والآل والصحب. وأجيب بأن مراده خصوص ما تلقي عن الشارع، وحينئذ فلا يشكل الحصر، وهو اللهم، أي يا الله. أما بتقول اللهم كأنك بتقول يا الله، بس عوضنا
ياء النداء حذفناها وحطينا مكانها الميم في الاخر، يبقى اللهم، يبقى الميم اللي في الاخر دي عوض عن ياء النداء ولا تدخل الا على لفظ الجلاله فقط. اما يكون المنادى لفظ الجلاله بس هو اللي صالح انك تحذف ياء النداء وتقول اللهم، انما ما بتنادي على واحد ما تقولش مثلا يا محمد، تقول محمد أم، ما تنفعش. فهمت ازاي؟ يبقى لا تدخل الميم عوضا عن ياء النداء الا في لفظ الجلاله فقط، اللهم، اي يا الله فيما عوض عن حرف النداء. وقوله اهدني اي دلني على الطريق التي توصل اليك، والاتيان بضمير الافراد في حق المنفرد. لو بتصلي انت منفرد هتقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وهكذا على الافراد لو كنت منفردا. ولو كنت اماما في الجماعه تجمع تقول اللهم اهدنا في من هديت، في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، الى الاخر. ويسن طبعا للامام ان يدعو حتى ولو كان بيدعو في سجوده سرا، ان يدعو جماعه للامام علشان يشمل المامومين، والا يبقى كانه بيخون المامومين، يعني ما بيقومش بحقهم، هم سلموا له وصلوا وراه، يبقى ما يقولش بقى طول صلاته وقاعد يدعي لنفسه، يقوم يدعي لي دعاء بالجمع حتى ولو سرا. يسن ذلك للامام من باب ادب الامام. واما الامام فيندب في حقه الاتيان بضمير الجمع، والتفرقه بينهما خاصه بالقنوت، اما في غيره كالسجود فيفرد كل منهما. يبقى الامام له ان يفرد، له ان يفرد في الدعاء في غيره، لكن من الادب انه هو يجمع. ليه؟ لان الادب في القران كده، انت بتقرا الفاتحه بتقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، ولو منفردا، صح؟ يبقى انت بتتادب بادب القران، وبتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولا بتقول عليا؟ بتقول علينا. يبقى تلاقي ان الصلاه كلها مبناها الدعاء بالجماعه من حيث القران ومن حيث التشهد. يبقى بقيه ايه؟ الصلاه الاولى فيها ان تدعو بالجماعه ان كنت اماما، ولك ان تدعو منفردا في غير القنوت، ولك ان تدعو، يبقى لك ان تدعو منفردا على الاباحه، ونحن نتكلم على الاستحباب. فهمت ازاي؟ مش بنقول انه غلط، لكنه من المباح انه يدعو لنفسه منفردا، له ان يفعل ذلك، لكن الاولى ان يدعو جماعه. وقول في من هديت اي مع من دللته الى الطريق التي توصل اليك، ففي بمعنى مع، اللهم اهدني في من هديت اي مع من هديت. وليه قال في ما قالش مع؟ لتتضمن ان تكون فيهم، يعني مندرج فيهم ولست ملحقا بهم، بل تكون معهم منهم، مش معهم وخلاص، اصل قد تكون معهم ولست منهم. لكن لما اقول في من، في ليها معنى انك انت تبقى معهم منهم، مش معهم لست منهم. فهمت بقى دقه اللفظ؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك الدعاء بيعلمك الاعلى. ما كان ممكن يقول لك ما هو افصح العرب، او كان يقول لك اللهم اهدني مع من هديت. طب ما هو معنى هديت، ما هو كلب اهل الكهف كان مع اهل الكهف، كان معاهم لكن مش منهم، مش كده برضو؟ ويجي لك برضو في حلقات الذكر يجوا الملائكة يقولوا يا رب فيهم من ليس منهم، فيقول هم الذين لا يشقى بهم جليسهم، علشان دخل واحد قاعد مستني مصلحة. فهم؟ يبقى لكن في من فيها معنى متضمن أن تكون معهم منهم، إنما لو قال مع قد تكون معهم ولست منهم. فهمت بقى الفرق؟ ففي بمعنى مع، ومع ذلك لو أبدلها بها سجد لسه لتعين كلماته بالشروع فيه. القنوت لو أنت شرعت في القنوت الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم تتعين هذه الألفاظ، لكن لو شرعت في أي دعاء غيره أنت حر بقى. لكن لو شرعت في القنوت الوارد عن النبي تعينت هذه الألفاظ، فإن غيرتها تسجد لسه. ده رأي الشافعية كده. لكن إن تركتها إلى دعاء آخر غيره
لك أن تفعل ذلك ولا تسجد للسهو. فهمت؟ يعني لو قال اللهم اهدني مع من هديت، اللفظ الوارد عن النبي في من هديت، يقول لك يسجد للسهو برضه، لأنه ما جابش اللفظ الايه اللي جاء به الشارع. كويس؟ ومع ذلك لو أبدلها بها سجد للسهو لتعين كلماته بالشروع فيه، فلا يبدل كلمة بأخرى وإلا سجد للسهو. خد بالك أحكام الشافعية في الحتت دي مش ماشية مع بقية المذاهب، دي حاجات خصوصيات مذهب. يقول لك إيه؟ انفرد بها الشافعي. دي حاجات خصوصيات مذهب، فهمت بقى؟ وقوله وعافني في من عافيت، أي وعافني من البلايا مع من عافيته منها، وقوله إلى آخره، أي وانتهي إلى آخر القنوت، وهو وتولني في من توليت، أي تولى أموري وحفظي مع من توليت أموره وحفظه، وبارك اللهم لي فيما أعطيت، أي أنزل يا الله البركة وهي الخير الإلهي فيما أعطيته لي. وفيها هنا على حقيقتها لا بمعنى مع، وقني شر ما قضيت، أي احفظني مما يترتب علي علي ما قضيته من السخط والجزع، واحفظني مما يترتب على ما قضيته يعني علي من السخط والجزع. وقني شر ما قضيت، يعني شر ما قضيت ايه؟ يعني اذا قضى امرا يحفظك انك انت لا تتقبله بالجزع او بالرفض او بعدم الصبر او بعدم الرضا، يبقى قضاء الله نازل عليك كده بكمال الرضا، تقوم تثاب عليه. واحفظني مما يترتب على ما قضيته من السخط والجزع، والا فالقضاء المحتم لابد من نفوذه، وهذا اخر الدعاء. وما بعده الثناء، الباقي بعد كده ثناء، فانك تقضي ولا يقضى عليك. ادي بقى دخلنا في الثناء اهو، فانك تقضي ولا يقضى عليك، اي تحكم ولا يحكم عليك، لا معقب لحكمه. والفاء ثابتة في رواية محذوفة في أخرى، فلا يسجد لتركه. يعني فإنك، لو قال إنك تقضي ولا يقضى عليك، ولو قال تقضي بالحق ولا يقضى عليك ما يجراش حاجة، لأنه زود لكن ما نقص. يبقى لو نقص الفاء ففي رواية نقص عن الفاء، ولو قال إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك زي ما بعض الأئمة بيقول ما يضرش، لأنها زاد عن الوارد ولكنه لم ينقص منهم. وإنه لا يذل من واليت، ممكن تقول لا يذل ولا يذل، تنفع للاثنين. لا يذل من واليت، أي لا يحصل لمن واليته ذل، ولا يعز برضو ولا يعز من عاديت، أي لا يحصل لمن عاديته عز. تباركت ربنا وتعاليت، أي تزايد برك وإحسانك وارتفعت عما لا يليق بك. ويقول تباركت ربنا وتعاليت بضمير الجمع ربنا، يعني حتى لو منفرد، ولو كان منفردا اتباعا للوارد. يعني الحتة الأخيرة بس اللي هي تباركت ربنا دي، لو كان منفردا برضو يقولها بالجمع. وجاء في رواية للبيهقي بعد ذلك فلك الحمد على ما قضيت، أي من حيث نسبتي إليك، لأنه لا يصدر عنك إلا الجميل، وإنما يكون شرا بنسبته لنا. أستغفرك وأتوب إليك، أي أستغفرك من الذنوب وأتوب إليك منها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بصيغة الماضي فيهما أو الأمر فيهما. لو قلت وصلي تبقى في الآخر وسلم، ولو قلت وصلى تبقى في الآخر وسلم. يبقى لو جبت صيغة صلى على الماضي تجيب وسلم في الآخر على الماضي، ولو جبتها في صيغة الطلب وصلي تجيب سلم على صيغة الطلب في الآخر. خدت بالك؟ ولا يشكل على تأخير الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تجعلوني كقدح الراكب، اجعلوني في أول كل دعاء وآخره، لأنه محمول على غير الوارد، وما ها هنا من الوارد.
يعني ايه الرسول صلى الله عليه وسلم قايل لا تجعلوني كقدح الراكب في الدعاء، يعني ما تخلينيش في الاخر كده، خليني في اول الدعاء وفي اخر الدعاء وفي وسط الدعاء، الصلاة على النبي علشان يحصل ايه بيها الشفاعة لقبول الدعاء، لتحصيل قبول الدعاء. قال لك ده ما يشكلش عليك، ده في غير الوارد يعني. وان كان بعض الائمة بيبتدي برضو القنوط بالصلاة على النبي وينيب الصلاة على النبي علشان ايه يخرج من الامر، يخرج من الامر ده. ويجهر الإمام بالقنوت حتى قنوت النازلة، يبقى عندنا القنوت عند الشافعية يكون جهرا بعد الرفع من الركوع، جهرا لا سرا، خلافا للمالكية فالقنوت عندهم سرا بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية سرا، يبقى الشافعية عندهم يجهر. ويجهر الإمام بالقنوت حتى قنوت النازلة اللي هي قنوت النوازل اللي بقية الصلوات كلها بقى برضو يجهر فيها، ولو كانت الصلاة سرية في قنوت النوازل لو هيقنط حتى في الظهر وصلاة سرية العصر صلاة سرية برضو يجهر في قنوت النوازل، ولو كانت الصلاة سرية بخلاف المنفرد فإنه يسر به في غير النازلة، أما فيها فيجهر به. ولو كانت الصلاة سرية، وأما المأموم يعني المنفرد لو عايز يدعي دعاء غير قنوت النوازل، ساعات الواحد بعد سمع الله لمن حمده عايز يدعي اي دعاء، يبقى ايه يقوله سرا، لكن في قنوت النازله يجهر به كالامام ايه سواء بسواء. واما الماموم فان سمع قنوت الامام امن جهرا للدعاء وشاركه سرا في الثناء، يبقى الماموم يعمل ايه لما يجي يصلي وراك العيال الجماعة اللي انت عارفهم وانت بتقنط الصبح تلاقيهم واقفين كده كأنهم في جنازة مش عايزين حتى يقولوا امين، مش بتلاحظ الحكاية دي؟ لا، المفروض يؤمن جهرا، واخد بالك ازاي، من باب الادب في الدعاء ان يؤمن جهرا. فان سمع قنوت الامام، ده المأموم بقى امن جهرا للدعاء، يعني في الدعاء يقول آمين آمين آمين. طب وفي الثناء وشاركه سرا في الثناء، لما يقول ايه فإنك تقضي ولا يقضى عليك، يا إما يقول زيه فإنك تقضي ولا يقضى عليك، واخد بالك، أو يستمع له بلا مشاركة، أو يقول أشهد، كل ده جائز بقى. يبقى في أثناء ما هو هيقول لك أهو، والأول أولى إنه يشاركه، الأول أولى إنه يشاركه كما نقل عن المنهج، وإن جعل المحش الثاني أولى، يعني كتب الشافعية اختلفوا، المشهور عند الناس خليك ماشي مع الناس، المشهور إنهم بإيه إنهم بيقولوا يا الله أو أشهد، كويس، يعني ممكن تقول إيه في الثناء كله أشهد 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 لحد الآن، كويس، ممكن كده، وممكن تقول أشهد وممكن تقول يا الله زي ما بيقول، كل ده جائز، كل ده جائز، الخلاف في الأفضل، الخلاف في أيهما أفضل. بعض كتب الشافعية قالوا الأفضل أن يشارك ولا في الثناء، يعني يكرره في لسانه، وبعض كتب الشافعية قالوا الأفضل أنه يقول أشهد، كويس. وسكت عن الثالث اللي هو بلا مشاركة. ما يجراش حاجة، ولو قال امين كله كويس، لانه امين تقبل، ده يعني تقبل الثناء كما تقبلت الدعاء، ولا قال ولا حاجة، الحكاية كلها بتقعد دقيقة، واحد يقول امين، واحد ساكت، واحد تاني يقول اشهد، وتمشي الحكاية سهل. وليه؟ ما يديهم فرصة يردوا عليه برضه، ما فيش مشاكل، انت اللي خالقها المشاكل ابدا. اللي يسكت صح، اللي يقول اشهد صح، اللي يقول امين صح، اللي يقول يا الله صح، كله صح. الخلاف في الاولى، وطالما خلاف في الاولى يبقى الامور كلها مباحه، واللي بيراعي الاولى بقى هو العالم اللي قاري بس، ولا يلزم الناس بالاولى في رايي، لان حتى الاولى نفسه اختلف العلماء فيه، في بعضهم قال لك الاولى يقول، وناس قالوا الاولى يسكت، وناس قالوا الاولى يقول يشاركه، فهمت، يعني كل ده وارد، وبالتالي بقى طالما الامر واسع وسعه، لما تلاقي الامر واسع وسعه، انما تلاقي حاجه ضيقه ضيقه، معلش، انما ما تضيقش الواسع.
وهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الدعاء فيؤمن فيها، أو من قبيل الثناء فيشارك فيها؟ طب وما يقول صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مثلا، يقول هو إيه؟ يقول أمين، ولا يقول صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد يشارك فيها؟ يعني هل هي من قبيل الدعاء ولا من قبيل الثناء فيشارك؟ المعتمد الأول إن هي من قبيل الدعاء فيقول أمين، كويس، ده المعتمد عندنا. لكن الأولى الجمع، يعني يقول أمين ويصلي على النبي. طالما جت سيرة النبي لازم تصلي عليه، دي حاجة بتيجي كده بدون تفكير مع المسلم. أي مسلم كده يسمع سيرة النبي عليه صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن في بعض الناس يسأل واحد يقول له اسمك إيه يا ابني؟ يقول له محمد، يقول له صلى الله عليه وسلم. يعني مجرد حتى يقول له اسمه محمد وهو مش بيتكلم على سيدنا محمد، ده مجرد بس اسمه كده. فصارت خلاص عند كل المسلمين، مجرد يسمع اسم سيدنا محمد حتى ولو علم على غيره يقوم يصلي على النبي على طول. فيبقى خلاص ينفع الاثنين، يقول امين ويصلي على النبي، او يصلي على النبي على طول ويسلم عليه، او يسكت. حلو، كل ده حلو، ولكن الاولى الجمع، انه يقول امين ويصلي على النبي، ولا يرد على اقتصاره على التأمين، ولا يرد على اقتصاره على التأمين قوله صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، لأنه في غير المصلي، على أن التأمين في معنى الصلاة عليه. يعني اللي هيقول أمين في الصلاة على النبي مش هيصلي على النبي، ما يخشش تحت إيه؟ تحت رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ليه؟ لأن التأمين معنى المشاركة، كأنه صلى عليه. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان مثلا لما يسمع الأذان ساعات سيدنا بلال يقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، يقول وأنا بس. ساعات يقول وأنا أشهد، كويس، يقتصر على هذا. وممكن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، تنفع كده وتنفع كده، كل ده جائز. والقنوت، احنا عندنا القنوت بقى في صلاة الصبح يوميا في مكان اللي هو بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية جهرا بالصيغة اللي احنا قلناها، أو أي دعاء يشمل على دعاء وثناء وصلاة على النبي وتسليمه على الآل والصحب، وكذلك القنوت في الوتر في الايه، في النصف الاخير من رمضان عند الشافعيه، كل دي من ابعاد الصلاه. والقنوت في اخر الوتر اي في اعتدال الركعه الاخيره منه، وقوله في النصف الثاني وفي نسخه في النصف الاخير، فلو قنت في غير النصف الاخير من رمضان او تركه في النصف الاخير منه كره ذلك وسجد للسهو. قال بعضهم ويستحب فيه قنوت عمر او ابن عمر على ما تقدم، ويكون بعد قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى. وأنت خبير بأنه لا خصوصية له بذلك، بل كما يستحب ذلك فيه يستحب في غيره كما يعلم من المنهج وقد نبهنا عليه سابقا، وهو أي قنوت الوتر. وقولك قنوت الصبح، يبقى ليلة 15 من رمضان في القنوت يقنط لحد آخر رمضان، الشافعية يعملوا كده في الوتر. يعني لو نسي يسجد للسهو، ولو قنت في غير النصف الأخير من رمضان في الوتر يسجد للسهو برضه. فهمت المسألة بقى؟ وهو أي قنوت الوتر. وقولك قنوت الصبح المتقدم في محله أي وهو اعتدال الركعة الأخيرة، وقوله ولفظه أي وهو اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، وقول ولا يتعين كلمات القنوت السابقة أي كما قد يتوهم من عباراته السابقة فغرضوا بها دفع الإيهام السابق، ومحل عدم تعينها ما لم يشرع فيها، وإلا يعني لا تتعين الألفاظ بتاعة اللهم اهدني في من هديت إلى الآخر إلا إذا شرع فيه، يبقى يقولها بقى زي ما وردت. لكن لو لم يشرع فيها هي غير متعينة في ذاته، أي دعاء وثناء يمشي. واضح؟ وإلا تعينت، يعني لو شرع فيها تعينت لأداء السنة، ويسجد للسهو لترك شيء منها أو لإبدال كلمة بأخرى كما تقدمت الإشارة إليه. فلو قنت بآية تتضمن دعاء أي وثناء كقوله تعالى
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإن هذه الآية اشتملت على دعاء وثناء، والآية ليست بقيد، بل كل ما تضمن دعاء وثناء ولو اللهم اغفر لي يا غفور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يكفي في القنوت. فلو قال الشارع فلو قانت بما يتضمن دعاء وثناء إلى آخره لكان أعم وأنسب، وبالجملة فتحصل سنة القنوت بكل ما تضمن دعاء وثناء، لكن الأفضل القنوت بما ورد وهو اللهم اهدني في من هديت إلى آخره. أيوة وكان لو شافعي وبيصلي خلف حنفي مثلا فبيقنط، او حنبلي وبيقنط في الوتر طول العام، فالشافعي في الحالة دي وقف معاه في القنوت يدعو ويشارك وكل حاجة ويسجد للسهو، ما يسلمش، يسجد هو للسهو سجدتين ويسلم بس، ولو ما سجدش للسهو صلاته صحيحة. وقصد القنوت، وقصد القنوت بخلاف ما إذا لم يقصد، فإنها لا تحصل سنة القنوت لأن القراءة صارفة عنه. يعني لازم هو واقف كده بيدعو يقصد القنوت، مش مطلق الدعاء، يقصد القنوت اللي هو العبادة المخصوصة في هذا الموضع جهرا بألفاظ معينة بصلاة على النبي وسلام وتسليم، مش مطلق دعاء. كويس؟ حصلت سنة القنوت أي أصلها، وإلا فالأكمل ما ورد كما علمت. كده خلصنا الأبعاد اللي هي بيسجد لها لسه، هنخش بقى في السنن التانية في الصلاة اللي هي الهيئات، والهيئات اللي هي الإنسان لو لم يفعلها نسيانا أو تعمدا لا يسجد لسه. كويس؟ حتى لو تعمد تركه برضه لا يسجد لسه، ولكن يفوت ثواب. كويس؟ زي قراءة سورة بعد الفاتحة، زي مثلا التسبيح في الركوع وفي السجود، زي تكبيرات الانتقال قولك الله أكبر عند كل انتقال، زي الجهر في موضع الجهر والسر في موضع السر، وضع اليد مثلا بطريقة معينة اليمنى على اليسرى في أثناء القراءة، رفع اليد في مواضع رفع اليد عند التكبيرات الانتقالية، كل دي اسمها هيئات لو تركها لا تؤثر في صحة صلاته ولا يطلب منه أن يسجد للسهو، ولكن يفوت ثوابها بس. سهلة دي اسمها الهيئات. وهيئاتها أي الصلاة، وأراد بهيئاتها ما ليس ركنا فيها ولا بعضا يجبر بسجود السهو 15 خصلة. هيبدأ برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه. بيقول هنا في الحشية وهيئاتها جمع هيئة، وهي في اللغة الصفة التي يكون عليها الشيء كالبياض القائم بالجسم. يبقى الهيئة هي الصفة التي يكون عليها الشيء، صفة الشيء نفسه، كأن الهيئة دي حاجة يعني عرض صفة الواحد. وهو بيقول الله أكبر تكبيرة الإحرام بيبقى شكله إيه؟ تكبيرة الإحرام الله أكبر دي ركن، طب وهو بيقولها هيبقى شكله إيه؟ هيبقى رفع إيديه حذو من كبيه. يبقى الرفع ده اسمه هيئة، صفته حالة قوله الله أكبر. يبقى لو قال تكبيرة الإحرام ورفعش إيديه صلاته صحيحة ولا يسجد لسه، لكن السنة كهيئة إنه يبقى هيئته كده ساعة تكبيرة الإحرام. كويس؟ وفي الاصطلاح السنة التي لا يجبر تركها بسجود السهو لعدم ورود جبرها به، فلو سجد لذلك عامدا عالما بطلت صلاته. يبقى الهيئة تعرفها هي السنة التي لا يجبر تركها بسجود السهو، ولو سجد للسهو عند تركها عالما عامدا بطلت صلاته، لأنه أتى بشيء زائد قبل التسليم، لأن عندنا سجود السهو قبل التسليم والتسليم ركن، وما فيش هنا بعد التشهد موضع سجدتين، فكأنه عمل حاجة زيادة في الصلاة. لكن لو سجد للسهو بعد التسليم صلاته صحيحة واللي عمله ده لغو. فهم؟
عندنا قبل التسليم مطلقا سجود السهو، الشافعيه كده كل حاجه في كل حاجه. الشافعيه عندهم سجود السهو قبل التسليم مطلقا بعد التشهد، والاحناف بعد التسليم مطلقا، والمالكيه مع التفصيل. اذا كان نسيان بالنقص يسجد قبل التسليم، نسيان بالزياده يسجد بعد التسليم. سهله الحكايه دي. اي الصلاه وهيئتها، اي الصلاه تها، الضمير ده يعني الهاء دي تعود على مين؟ هيئة الصلاة، يعني ادي معنى اي الصلاة. واراد بهيئاتها ما ليس ركنا فيها ولا بعضا يجبر بسجود السهو، اي مطلق الصلاة الشاملة للمكتوبة وغيرها. ولو قال على وزان ما سبق والصلاة هيئاتها إلى آخره، ليشير بتغيير الأسلوب إلى أن هذه السنن لمطلق الصلاة على العكس من سابقه لكان أولى. وأراد بهيئاتها غرضه تفسير المضاف بعد تفسير المضاف إليه، ما ليس ركنا فيها ولا بعضا، أي مطلوبا في الصلاة ليس ركنا منها ولا بعضا يجبر بسجود السهو. وقول يجبر بسجود السهو صفة لقوله بعضا، لأن الجمل بعد النكرات صفات، وهي صفة موضحة لأن البعض هو ما يجبر بالسجود. يعني بيقول ما ليس ركنا فيها ولا بعضا يجبر بسجود السهو. يجبر بسجود السهو دي جملة فعلية، جملة فعلية جاية بعد إيه؟ بعد بعضا نكرة، والجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، مش كده؟ يبقى دي صفة لبعض. ادي معنى كلامه يعني. 15 خصلة، أي بحسب ما ذكره المصنف هنا، وإلا فهي تزيد على ذلك. وقول خصلة تقدم في أول الكتاب أنها الحالة، سواء كانت فضيلة أو رذيلة، ولذلك يقال خصلة حميدة وخصلة ذميمة، لكن المراد هنا الأول. رفع اليدين أي الكفين عند تكبيرة الإحرام، يرفع كفيه، وفاقدهما يرفع ما بقي منهما. افرض واحد مقطوع الكفين يبقى هيرفع ذراعه بس، خلاص اللي باقي وقته مما أمرتكم ما استطعت. ولو تعذرت إحداهما رفع البقية، افرض الثانية معلقها كده عشان مكسورة يبقى يرفع واحد. سهلة يعني. ويكره الاقتصار على واحدة بلا عذر، يكره انه يعمل كده الله اكبر بايد واحدة والتانية منزلها بلا عذر. وحكمة رفع اليدين ليه بقى انت بترفع ايدك كده؟ الاشارة الى طرح ما سواه تعالى والاقبال بكليته على صلاتي. يبقى كأنه بايه بيشير ان انا تركت كل شيء ورائي وجئتك يا ربي ايه غير منشغل بسواك. ادي معنى اشارة كده. او الاشارة الى رفع الحجاب بين العبد والمعبود، او كأنك انت بتقول يا رب ارفع الحجاب بيني وبينك، تجلى علي يا رب بصفاتك وبجلالك وبجمالك. فهمت؟ اشارة لهذا او ذاك. وقيل حكمته ان يراه الاصم. طب والحكمة ايه؟ ان لو واحد بيصلي خلف الامام واصم، يوم ما يشوف رفع ايده يعرف انه نوى. برضه ليها حكمة تانية. يبقى لو واحد ما بيسمعش سمعه تقيل أو في آخر الصفوف، يقوم إيه؟ يشوف الناس كلها رفعت إيديها كده، يقوم يعرف إن الإمام نوى، يقوم ينوي، فيعلم أنه دخل في الصلاة، كما أن الأعمى يعلم ذلك بسماع التكبير. يبقى الأعمى بيسمع والأصم يشوف، فهو بيقول الله أكبر فيسمع الأعمى ويرفع إيده يرى الأصم. سهلة الحكاية. فلذلك طلب الجهر به. وقيل حكمته أن الكفار كانوا إذا صلوا جعلوا أصنامهم تحت آباطهم، فشرع رفع اليدين تبريا من ذلك كما بخط الميداني. ده كلام الإمام الميداني، بيقول أصل كانوا المشركين دول كان لما يجي يصلي يحط الصنم بتاعه تحت باطه، فالمسلمين الموحدين حبوا يعملوا كده الله أكبر، يعني تبريا من كل شيء من أفعاله.
عند تكبيرة الإحرام فيبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه، فابتدأهما معا فابتداؤهما معا وانتهاؤهما كذلك. فما يقع الآن من الرفع قبل التكبير خلاف السنة، وإن فعله كثير من أهل العلم. خد بالك يقصد إيه هنا؟ كتير من الأئمة يروح إيه؟ رفع إيده كده وبعدين يروح منزلها ويقول الله أكبر وهو بينزلها، مش بتلاحظ الحكاية دي؟ أو ده بيقول لك لا، الأولى إن هو يرفعهم مع التكبير وينزلهم مع نهايته. الله أكبر الله أكبر، خدت بالك؟ يبقى بيرفعهم مع التكبير، بخلاف إن كثير من الناس ولو منسوب لأهل العلم بيغلط، يرفع الأول وينزل وبعدين هو منزل يقول الله أكبر، بتلاحظها دي؟ فإيه ما تعملهاش. والأصل في ذلك خبر ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. قال البخاري روى الرفع 17 صحابيا ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلافه، إلى حذو منكبيه، يعني وصل الكفين لفين؟ إلى حذو منكبيه. يبقى في روايات وردت إلى شحمة الأذن، وروايات قالت حذو المنكبين. الجمع بينهما أن الكفين حذو المنكبين وأطراف الأصابع عند شحمة الأذن. يبقى دي بيتكلم، اللي قالك شحمة الأذن بيوصف أطراف الأصابع، واللي قال إلى المنكبين بيوصف الكف، عشان ما يبقاش فيه تناقض يعني. أي مقابلهما بأن تحاذي أطراف أصابع أعلى أذنيه وإبهاما شحمتيهما وكفا منكبيه مع جعل بطنهما إلى القبلة، ويجعل بطنهم للقبلة كده مواجهين للقبلة، مش يعملها كده واخد بالك، لا بالسيف كده، لا يخلي مواجهين للقبلة. وإمالة أطرافهما شيئا قليلا إليها، فلو لم يمكنه الرفع إلا بزيادة، يعني بيقول لك يبقى بطنها للقبلة ويبقى أطرافه كده مائلة للقبلة شوية. الله أكبر كده. يعني الإبهامين، الإبهاما أصابع أعلى الأذنين، يعني الأصابعين، والإبهامين هم عند شحمة الأذنين، واللي دول أعلى الأذن، والكف هو عند حذو المنكب. أدي حتى لدرجة إن في بعض الأئمة يعمل لك كده الأول. أنا بشوف بعض الناس يظبط. أنا شفت أئمة كده بالذات العميان منهم. بلاحظها فيهم يعني. واخد بالك، يعمل كده الأول وبعدين يبتدي يعمل كده ويقول الله أكبر. بلاحظها يعني، أنت لاحظتها معايا؟ يعني أنا شفت بعض الأئمة. لكن على أي حال لو رفع كده بالبركة تمشي. بس تبقى مع التكبيرة، ولو ما رفعش خالص تمشي وصلاته صحيحة لأنها من الهيئات، ولا يسجد للسهو. وإمالة أطرافها شيئا قليلا إليه، فلو لم يمكنه الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص عنه أتى بالممكن. افرد كتافه وجعاه، كوعه وجعه، مش قادر يرفع كتفه، وجعه، يده مكسورة، يوم يرفعها على قد ما يقدر. الله أكبر. خلاص مش قادر، الله اكبر، بس كده كتفه وجعه غلبان، واخد بالك، ضربوه في القصف بتاع لبنان ربنا ينجيهم، بقى مجروح، بقى تعبان، وقع على كتفه اي حاجه من دي، بقى خلاص يرفعها بقدر ايه طاقتي. فلو لم يمكنه الرفع الا بزياده على المشروع او نقص عنه اتى بالممكن، فان قدر عليهما اتى بالزياده، لأن فيها الاتيان بالمشروع مع زيادة هو مقهور عليها. ولا فرق في الرفع إلى حذو منكبيه بين أن يكون المصلي رجلا أو امرأة، وقيل المرأة ترفع إلى ثدييها، قيل ده ضعيف، الراجح أن المرأة زي الرجل في المسألة، وبعض الناس قال لك المرأة مبناها الستر فما ترفعش أوي، تقوم ترفع كده ليه؟ لأن لو كمها واسع، لو كم المرأة واسع ورفعت زي ما بنوصف كده هينزل الكم يبان ذراعها، مش كده برضو؟ يبقى المرأة لو كمها واسع لحد ثديها كده كفاية.
تقول الله اكبر كده وخلاص. لو كمها ضيق وعامله له عروه كده وقافلاه حلو، يبقى تعمل زي الرجل. يبقى العبره بس بالمسائل دي كلها. ورفع اليدين عند الركوع، يبقى هيرفع ايديه عند تكبيره الاحرام وعند ارادته الركوع. كويس، دي الموضع الثاني للرفع، اي عند الهوي للركوع فيبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير عند ابتداء الهوي للركوع. فيبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير عند ابتداء الهوي للركوع، ويمتد التكبير بعد الرفع حتى يصل الى الركوع، فابتداؤهما معا دون انتهائهما. لما بيجي يكبر تكبيرة الانتقال بقى من القيام للركوع، يرفع مع بداية الركوع ويستمر التكبير حتى يوصل للركوع، لكن ايده تنزل عشان توصل لرجليه، فيبقى بداية الرفع مع بداية التكبيرة لكن نهايتها قبل نهاية قبل وصوله للركوع. فهمت؟ يعني هو هيركع ويقول الله أكبر، يبقى منزلها علشان ينزلها ويحط ايديه على ركبه ويكمل ركوعه. فهمت المسألة؟ ويرفعها الموضع الثالث فين؟ عند الرفع من الركوع. يبقى عند الهوية للركوع وعند الرفع للركوع، ادي ثالث موضع. وعند الرفع منه وكذا، الموضع الرابع بقى عند القيام من التشهد الاول لبداية الركعة الثالثة. خلص التشهد الاول وقايم بقى لبدايه الركعه الثالثه، يرفع هنا برضه، ادي الموضع الرابع للرفع. لكن عند الرفع من السجده الثانيه وقايم للركعه الثانيه ما يرفعش، وقايم من الركعه الثالثه للرابعه ما يرفعش. يبقى يرفع عند قيامه من التشهد الاوسط ليشرع في الركعه الثالثه، يرفع الرفعه الرابعه. وكذا عند القيام من التشهد الأول كما صوبه في المجموع وجزم به في شرح مسلم. مين اللي جزم به في شرح مسلم؟ الإمام النووي. بخلاف القيام من جلسة الاستراحة اللي هي بتبقى من الركعة الأولى للتانية ومن التالتة للرابعة، يسموها جلسة استراحة، ما يرفعش إيده فيها دي. ولو صلى من قعود استحب له الرفع عند التكبير. ولو صلى من قعود استحب له الرفع عند التكبير عقب التشهد الأول، فالتعبير بالقيام للغالب. افرض صلى من قعود فهو بيقرأ التشهد وبيقول الله أكبر ويقرأ الفتح، ما قامش، ما هو كله من وعاد، يقول لك برضه بيقول الله أكبر بعد التشهد الأوسط عشان يقرأ الفتح يرفع ايده هو قاعد. فهمت بقى؟ ويكره تركه في محله، ويكره أيضا فعله في غير محله. يبقى يكره ترك التكبير في محله ويكره فعله في غير محله. الثانية ووضع اليمين على الشمال ويكونان تحت صدره وفوق سرته، ويوضع يد اليمين كف اليمين على كفه الشمال على كوع اليسر. كويس، ويبقى تحت صدره وفوق سرته كده اهو، بين السره والصدر، يعني يشوف سرته فين وصدره فين ويحط ايده بينهم. كويس، سهله دي. ها، الحجاب الحاجز، اصل ده من جوه. ووضع اليمين على الشمال اي وضع بطن كف اليمين على ظهر الشمال، وكيفيته الفضلى اللي هي افضل كيفيه، يعني ان يقبض بيمين كوع يسار وبعض ساعده. ادي الكوع اهو اللي هو ايه، التقاء الكف مع الايه، مع الساعد، مش كده برضو؟ يبقى التقاء الكف مع الساعد يسموه الكوع. التاني اسمه المرفق، اللي المصريين يقولوا عليه كوع، ده اسمه المرفق. فهمت؟ لكن ده اسمه الكوع اهو. يبقى بيضع كفه اليمين على كوع اليسرى وجزء من صوابعه على الساعد كده. دي افضل الكيفيات. وكيفيته الفضلى ان يقبض بيمين
كوع يسار وبعض ساعدها ورسغها للاتباع. اهو رسغها اللي هو المفصل كله، والكوع اللي هو الجزء اللي بعد الابهام مع بداية الزراع، ده اسمه الكوع. كويس. والحتة الصغيرة اللي بعد الاصبع الاصغر ده الخنصر، ده هتلاقيها ايه اسمها؟ الكرسوع، مدورة كده. يبقى في الكرسوع وفي الكوع، والمسافة بينهم الرسغة. كويس. وقيل يتخير بين بسط أصابع اليمين في عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد، يعني يتخير تبقى صوابعه جاية بعرض المفصل كده ماسك المفصل كده، أو إنه يعملها بمحاذاة الساعد. ده مختار بقى فيه، كده صح وكده صح. طب والأفضل إيه؟ الأفضل كده يمسك كده. والمعتمد الأول والقصد من ذلك تسكين اليد. القصد من كده ان هو كأنه مسك نفسه كده عشان يمنع نفسه من الحركة، عشان ما يتحركش كتير بقى. فإن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس. طب افرض نزلهم على جنبه كده وقف كده زي بيسموها انتباه، أرسلهما ولم يعبث لا بأس. لكن السنة أول، لكن السنة الوضع ليكون محتفظا على الإيمان في القلب. فإن الإنسان إذا خاف على شيء حفظه بيديه. ليه؟ كأنه حاطط إيده كده على قلبه بيحفظ الإيمان بتاعه جوه قلبه. يعني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فهي علامة في الظاهر لها معنى باطني. يعني بعد التكبير، بعد رفع اليدين في مواضع الرفع الأربعة، وبعد وضع اليد اليمنى على كوع اليسرى بالكيفية اللي قلناها بين السرة والصدر، التوجه اللي هو دعاء التوجه قبل الفاتحة والاستعاذة، دي برضو من ايه؟ من السنن اللي هي الهيئات، اللي هو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وأنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللي يقول أول المسلمين ده النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تقول وأنا من المسلمين. ويكونان تحت صدره وفوق سرته، أي مائلا إلى جهة يساره لأن القلب في جهة اليسار، وأشار بذلك لأن هذا المحل كله محل للوضع لا خصوص تحت الصدر فقط. يعني بيحطها بين السرة والصدر إلى اليسار أقرب شوية. سيدنا علي كان اختياره يحطها تحت سرته، كان سيدنا علي لما يصلي كان يحط ايديه كده ويحطهم تحت سرته. اظن اختيار الاحناف كده برضو فوق على السرة نفسها، على السرة نفسها. احنا بقى فوق السرة شوية. كلها اختيارات ايه يعني جائزة، الامر واسع، الحكاية سهلة. لكن ما حدش من المذاهب الاربعة قال يحط كفه على مرفق البتاع كده ويقعد كده اهو ويقف عامل كده زي ما بيعملوا شوية الشباب. ليه؟ لان الشباب دول ما تعلمش على الشيخ، فارى يضع يده اليمنى على كوع اليسرى وهو عامي، ففاهم ان الكوع اللي هو المرفق، فراح حط كده وصمم على ذلك، في حين ان هو بيقول له الكوع اللي هو ده، مش بيقول ده. فكل اللي بيعمل كده علامة جهله، وعلامة ان هو يا اما بيقلد جاهل يا اما قرأ بنفسه على غير شيخ، واخد بالك؟ فدي علامات، لكنه صلاته صحيحة فاش مشكلة، لانه حتى لو ما وضعش ايديه على حاجه خالص ونزلها كده اسبلها جائز، فاش حاجه. والتوجه وهو في الاصل الاقبال على الشيء بوجهه، وهو يشمل التوجه الى القبله، بل هو اظهر فيها وليس مراد هنا، بل المراد دعاء التوجه الذي هو دعاء الافتتاح، وهو مستحب في الفرض والنفل للمنفرد والامام والماموم، وان شرع امامه في الفاتحه أو أمن هو لتأمين إمامه قبل شروع فيه، لكن لا يستحب إلا بشروط خمسة. يبقى دعاء التوجه ده يستحب للإمام وللمأموم وللمنفرد، وللمنفرد حتى ولو شرع الإمام في الفاتحة يقوله، ولو قال أمين، يعني أول ما قال الله أكبر لا الإمام بيقول ولا الضالين، فيقول أمين ويشرع هو في دعاء التوجه. لكن خد بالك دعاء التوجه له شروط خمسة. أن يكون في غير صلاة الجنازة،
اول حاجه صلاه الجنازه مش عايزه دعاء توجه، بتكبر وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرا الفاتحه على طول، مش محتاجه دعاء توجه صلاه الجنازة. ولا يسن ان يكون في غير صلاه الجنازه ولو على القبر، بخلاف التعوذ فانه يسن في صلاه الجنازه. تاني حاجه، والا يخاف فوت وقت الاداء. يعني افرض هو بيصلي الصبح قبل طلوع الشمس بلحظه، فعايز يدرك ركعه قبل ما الشمس تطلع، فيبقى هنا ما يقولش دعاء التوجه عشان ما يضيعش وقت، عشان هو عايز يدرك الركعه في نص دقيقه ويخلصها. يقوم يقول الله اكبر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، ولا الضالين امين، الله اكبر، ما يقراش كمان سوره، ويروح راكع وقايل سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، يروح ساجد ويقول سبحان ربي الاعلى، ويروح قاعد سبحان، ويسجد تاني ويروح رافع. الشمس طلعت لحق، من ادرك من الصبح ركعه قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصبح، اي على سبيل الاولويه، والا فهو مطلوب وان طال الزمن ما لم يشرع في التعوذ او القراءه، لانه يفوت بهما. يعني كلمه عقب التحرم يعني مش شرط يبقى وراه على طول، المهم ما يكونش شرع في التعوذ، فهمت؟ يعني افرض قال الله اكبر وبعدين عطس وبعدين قعد يكح وبعدين شرق وبعدين طلع المنديل وبعدين نف ولسه ما قالش اعوذ بالله من الشيطان، يقول بقى دعاء التوكل، فهمت؟ تحصل الحكايه، بس انت ممكن تقول تحصل، هيقول الله اكبر ويقعد ساكت كده، يعني احتمال سرح قاعد يفكر في اي حاجه. عقب التحرم اي على سبيل الاولويه، والا فهو مطلوب وان طال الزمن ما لم يشرع في التعوذ او القراءه، لانه يفوت بهما. وفسر القليوبي ومثله المحشي قول عقب التحرم بان يكون بعده وقبل التعوذ والقراءه، اي وان طال الزمن، لكنه خلاف معنى العقبيه الحقيقي، فلعله تفسير مراد. قول وجهت وجهي اي اقبلت بذاتي، فالوجه هنا بمعنى الذات، وجهت وجهي يعني يعني وجهت نفسي كلي لله، ذاتي كلي لله. يجي لك بقى الوهابية يقول لك له وجه، لك أوجه، يبقى وجه ربك، يبقى له وجه، غباوة. الوجه بمعنى الذات، يعني يبقى وجه ربك، له وجه اللي يبقى، وكل من علي فان، ويبقى وجه ربك يعني أجزاء تفنى ويبقى وجهه، يعني نفهم كده كده، ولا وجهه يعني ذاته؟ ذاته واضحة. لكن تقول ايه للجهلة المجسمة المجرمين؟ جسموا الله ولم يوقروا النبي وكفروا المسلمين، ربنا يهديهم. وجهت وجهي اي اقبلت بذاتي، فهو من اطلاق الجزء وارادة الكل. وقيل معناه قصدت بعبادتي. وقول للذي فطر السماوات والارض أي لله الذي أوجد السماوات والأرض على غير مثال سابق، فطر يعني على غير مثال سابق، على غير مثال سابق، بل اخترعهما وابتدعهما بقدرته، وإنما جمع السماوات وأفراد الأرض مع أنها مثل السماوات. قال الله تعالى ومن الأرض مثلهن لانتفاعنا بجميع السماوات، لأن النجوم السبعة السيارة مثبتة فيها على ترتيب قوله زحل شرى مريخه من شمسه فتزهرت لعطارد الأقمار. طبعا الكلام ده في اعتقاد ايه القدامى، فزحل في السماء السابعة والمشترى في السادسة وهكذا. الحقيقة غلط، الكلام ده كله غلط، لأن النجوم كلها في السماء الدنيا بنص القرآن، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. طب والسماء التانية مش شايفين؟ يبقى النجوم دي خاصة بالسماء الدنيا بنص القرآن. لكن الكلام ده نرد عليهم بقى، لانه جايبينه من علماء الهيئه، فهمت ازاي؟ لكن يترد عليه بنص القران، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. يبقى النجوم دي في السماء الدنيا بس، وربنا جعل النجوم دي ليها وظيفه في السماء الدنيا، مش محتاجها السماء الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فجعلها سبب لهدايه الناس على الارض، فمحتاجينها احنا، ومحتاجينها علشان ربك يضرب بيها الشياطين اللي هما بيسترقوا السماء.
واجعلها زينة. كويس. وأما جميع الكواكب ما عدا السبعة السيارة فمثبتة في الفلك الثامن وهو الكرسي، ولذلك يقال له فلك الثوابت. وأما الأرض طبعا كل الكلام ده واخد بالك اردم عليه خلاص، لأنه كلام ثبت خطأه عند علماء الهيئة، خلاص انتهينا. كل اللي احنا شايفينه ده السماء الدنيا سمكها 500 سنة ضوئية، مش كده برضو؟ حاضر. واختلف هل السماء أفضل من الأرض أو عكسه، والذي اعتمده الرملي أن الأرض أفضل من السماء لأنها محل الأنبياء والعلماء ونحوهم، والذي اعتمده ابن حجر أن السماء أفضل من الأرض لأن الله لم يعصى فيها قط، والخلاف في غير البقعة التي ضمت أعضاءه صلى الله عليه وسلم. أما هي يعني البقعة اللي ضمت أعضاء النبي اللي هي موضع قبره الشريف فهي أفضل من غيرها اتفاقا حتى من العرش والكرسي، وكذا بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. البقاع اللي هي ضمت أجسادهم أفضل البقاع، وأفضل بقعة مطلقا بين بقاع الأنبياء هي بقعة إيه؟ نبينا صلى الله عليه وسلم إلى آخره. أي أيوة وانتهى إلى آخره، وهو حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، أو يقول وأنا أول المسلمين نظرا للفظ الآية، ولا يقصد بذلك أنه أول المسلمين حقيقة، وإلا كفر والعياذ بالله تعالى، لأنه يستلزم نفي الإسلام عمن تقدمه من المسلمين. ومعنى حنيفا مائلا عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق، والحنيف عند العرب من كان على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقولنا مسلما زائدا على لفظ الآية كما في شرح المنهج لوروده في الرواية، لأن الآية بيقول حنيفا وما أنا من المشركين، الآية كده، فأنت بتقولها حنيفا مسلما لأن اللي وارد كده، فهي زيادة على لفظ الآية. والنسك العبادة، وعطفه على الصلاة من وعطفه على الصلاة من عطف العام على الخاص، والمحيا والممات الإحياء والإماتة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني إحيائي وموتي، فهذه المذكورات مستحقة لله رب العالمين. والمراد أن يقول لما فسر التوجه بالدعاء المتقدم بخصوصي لكونه هو المتبادر من التوجه، وكان ليس مرادا بخصوصي بل المراد دعاء الافتتاح سواء كان بهذه الآية أو بغيرها، قال والمراد أن يقول المصلي بعد التحرم دعاء الافتتاح هذه الآية أو غيرها مما ورد في الاستفتاح. بعد التحرم إشارة به إلى أن العقبية فيما تقدم ليست قيدا بل المدار على عدم الشروع في القراءة والتعوذ. قول دعاء الافتتاح أي الدعاء الذي يأتي به عند الافتتاح، وقول هذه الآية وغيرها بدل من قول دعاء الافتتاح، وقول مما ورد في الاستفتاح بيان لغيرها، وذلك نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل ده ممكن يبتدي به يقول الله أكبر ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويشرع في الفتح، ونحو الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، ونحو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. ويستحب الجمع بين جميع ذلك للمنفرد ولإمام قوم محصورين راضين بالتطويل خلافا للأزرعي. ويزيد من ذكر اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت ربي وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك. ونقف على قوله الاستعادة اللي هي الهيئة التي تلي ذلك، نكملها يوم السبت القادم، وبعدين ناخد أجازة شهر 8 كله، وكل عام وأنتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.